يقول السائل: ما قول العلماء الأفاضل في من يقول أن الشيخ ابن عثيمين لا يعرج على المنهج من قريب ولا من بعيد، وأنه لا يعرف فساد الحركات المعاصرة؟ هذا كلام لا أصل له. الشيخ رحمه الله كان عالما جليلا، وكان متفهما للمشكلات، ولا يتكلم إلا عن علم وعن بصيرة، هذا معروف عنه رحمه الله. لكن هؤلاء ما لهم هم إلا الكلام في الناس، ما لهم هم إلا الوقيعة في أعراض العلماء والوقيعة في أعراض الناس، نسأل الله العافية. نعم.